قال وزير المالية أحمد كوجوك إن مصر تتطلع للحد من الحواجز الاستثمارية وتوحيد قواعد بدول البريكس لدفع الاستثمارات بالقطاعات الحيوية كالطاقة التكنولوجية، وكذلك توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي. وفي اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول البريكس بموسكو، أوضح الوزير أن مصر تقترح وضع إطار للتعاون والتباحث بين ممثلي القطاع الخاص بدول البريكس لاستكشاف وتعزيز الفرص الاستثمارية. صرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بأن هناك رغبة مشتركة وفرصا متميزة لمضاعفة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة. وخلال لقائه وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية عبد العزيز السكران، بحث طرفان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. من جهته صرح سكران أن العلاقات التجارية بين البلدين تحقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أهمية اللجنة المصرية السعودية المشتركة في تحقيق التكامل والتنسيق المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، كما أنه يجرى العمل على توسيع نطاق أعمال اللجنة. قبيل افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع، ترأس وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة الأمكاو هاني سويلم اجتماع اللجنة الاستشارية الفنية الأمكاو تاك والمنعقد ضمن فعاليات الأسبوع. وفي كلمته أكد سويلم أنه من الضروري إعطاء الأولوية للمبادرات القارية والعالمية المعنية بالمياه وتبني نتائج فنية تمهد الطريق لمستقبل أفضل في مجال المياه والصرف الصحي للقارة الأفريقية، مؤكدا على الدور الهام لفريق الاستشارات الفنية للأمكاو تاك في ضمان تكامل الاحتياجات والأولويات المحددة للدول الأعضاء. اجتمع وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع رئيس المجلس العالمي للمياه لوي فاشون للتباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، وذلك قبل انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع. خلال اللقاء أشار سويلم لوجود العديد من الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني من الشح المائي، وهو ما يدفع لتعزيز دور المجلس العالمي لدعم إجراءات التعاون مع هذه التحديات، مشيرا لأهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط في آخر تداولاتها لكنها حققت مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي وسط التباين بين تأثير الإعصار ميلتون على الطلب على الوقود بولاية فلوريدا الأمريكية ومخاوف من تعطل محتمل للإمدادات في الشرق الأوسط. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 45% إلى 79 دولار و4 سنتات للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38% إلى 75 دولار و56 سنت للبرميل. كما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 47% لتصل إلى $2.33 للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.61% لتسجل نحو $2.63 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة المالية الصينية أنها أصدرت نحو 325 مليار دولار من السندات للأشهر الثلاثة المقبلة من أجل إنعاش الاقتصاد الصيني. ذكرت المالية الصينية أنها تخطط أيضا لإصدار سندات حكومية خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة التي تملكها الصين، مشيرة إلى أن هذه الأموال ستساعد البنوك التجارية الحكومية الكبرى على تجديد قاعدتها الرأسمالية وتحسين مقاومتها للمخاطر وقدرتها على الإقراض وخدمة تنمية الاقتصاد بشكل أفضل. مشاهدينا، انتهت هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وإلهام. شكرا لك فاطمة.